السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجالة في فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. المهم يا رجالة، الفيديو بتاع النهاردة على قد ما في حاجات تحزن على قد ما في حاجات تفرح، فتكملوا معايا للاخر. فيديو حلو، فيديو جميل، هنفتح فيه للزغاليل وهنشوف ايه اللي حصل للزغاليل. فلو عجبك الفيديو يا ريت تدوس لايك واشتراك في القناة عشان نكبر بيكم. ناقص 30 مشترك يا جدعان ونتم ال 13000، فممكن اصلا قبل ما الفيديو ده ينزل يكون تمناهم. فلو ما تمناهمش فيا ريت اي واحد لسه بيتفرج علينا لسه ما اشتركش يشترك عشان نتم ال 13000 مع بعضينا. طبعا يا جدعان زي ما احنا شايفين المنظر اللي ورانا ده، هوريلكم كله على الطبيعة. كميات علاج غير اللي اترمى، والله فعلا في اديهم تاني مره او مرتين، والله زي ما بقول لكم في اديهم مره تاني او مرتين اترمى. دول اللي باقيين دلوقتي اللي انا كنت شغال بيهم الفتره الاخيره. طبعا الزغاليل دي زي ما احنا عارفين يا جدعان كانت متدمره، الحمد لله رب العالمين. في منهم خف 100%، في منهم خف 90%، في منهم خف 80%. طيب وفي اتنين ماتوا، في اتنين ماتوا. بطاطي اخدها يا جدعان. بطاطي ياخدها اللي هما الاثنين الجداد، ده يعتبر خف يا جدعان بنسبة 80%، الحمد لله رب العالمين. أخوه مات. طيب أخوه مات في حمام طاهر. أخوه مات يا جدعان بطريقة غريبة. أخوه مات بطريقة غريبة قبل ما يموت بيومين. طبعا يا جدعان لقيته كش خالص مع انه كان بياكل. وطبعا يا جدعان كنت قطع فجأة برضه كمان الأكل، كنت بديله ميكس عشان خاطر يتحمل ويعيش. المهم يا جدعان قبل ما يموت بيومين لقيته بيعمل حمام دم، دم بس حمام دم. فانا بصراحة ما يعني اعطيته علاجات وعطيته حاجات زي كده، بس ما عرفتش ده ايه السبب. فلو انتوا تعرفوا ايه يعني هو ليه كان بيعمل كده فقولولي يا ريت في الكومنتات. وطبعا يا جدعان انا ما صورتهوش عشان كان مات بالليل وانا رميته بصراحة، ما نفسي كانت قفلت وما صورتهوش. وده كان كويس امبارح، الاحمر الخضار ده يا جدعان، الاحمر الخضار ده كان كويس امبارح. طيب ايه اللي حصل؟ والله الصبح يعني امبارح زي الوقت زي ده انا بفتح للزغاليل فيه ياكلوا والكلام ده كده كله، واسيبهم ساعتين ولا حاجه واقفل عليهم. ببص يا جدعان كان كويس ونازل وبياكل وبيشرب وكل حاجه والدنيا جميله معاه. اجي ابص بالليل جاي اديهم علاجات يا جدعان، ابص الاقيه ميت كده. وبص بسم الله ما شاء الله يعني كان واكل وكانت دنيته كويسه وكان حجمه كويس. فالحمد لله رب العالمين قدر ما شاء فعل. فتعالوا يلا بينا دلوقتي عشان ما نطولش عليكم نبص على الزغاليل ونفتح لها ونكلفها مع بعضينا ونشوف وصلوا لغايه فين. يلا بينا. بصوا كده يا جدعان بقى كميات الدواء اللي احنا شغالين بيها. طبعا دي اول حاجه السرنجه اللي بدي بيها العلاج، تمام. دولك قطرتين ديكساترول وترمى يجي ثلاثه تاني، وترمى يجي ثلاثه تاني. دي فاضيه ودي اللي شغال بيها دلوقتي. طيب ودي طبعا علبه بتاعت واحده منهم او واحده من القدام، بس دي شكلها واحده من القدام لقيتها مرميه اصلا. عايز اوريكم كميه الدواء اللي اشتغلت بيها، وزي ما قلت لكم في زيها مره او مرتين اترمى. ده في لاجين يا جدعان، تمام. كان في علبه تاني مع ده غير العلبه دي يا جدعان، غير العلبه دي يعني دول كده كان في واحده تاني زيهم. يعني انا استخدمت اتنين في لاجين، وده بتاع حساسيه والرشح الحمد لله رب العالمين عطلهم، اسمه ساين اب اهو زي ما احنا شايفين اسمه يا جدعان عطلهم ما شاء الله، منع منهم الرشح والكشاشان. ده هو ده انا استخدمته مره واحده اللي هي دي، تمام، منع منهم الرشح والكشاشان. وده اسمه بانتا ميكس، ده بانتا ميكس ده انا كنت جايب علبه ده يا جدعان بردك حلو قوي قوي للزغاليل، عطلهم مره بس عشان غالي شويه ما عرفتش اجيبه تاني، فجبت حاجات تاني يعني بتمنه وجبت حاجات تاني فادت اكتر. فده بردك استخدمته مره، ودي خلطه انا عاملها جواه لسه هديها لهم، تمام. ده اسمه بانتا ميكس، العلبه مش عارف ب 27 جنيه ولا ب 25 جنيه. ودي كعلبة تتراصيد، التتراصيد ده بقى انا استخدمت منه جي تلات علب يا جدعان، دي علبة منهم. دوق عطولهم مرة دي 3F كالسيوم كده في وسط الشغل اشتريته لهم. وده طبعا شريط تتراصيد فاضي. وده تتراسكلين، ده برضك مضاد حيوي. ودي يا جدعان عبارة عن تتراسكلين، دي ازازة انا شغال بيها دلوقتي ما شاء الله قوية جدا. ده عبارة عن تتراسكلين على تتراصيد، تمام. بس طبعا بقاله يومين فزي ما بتقولوا ايه بص عامل ازاي عتق. وده يا جدعان فيلاجين، ده فيلاجين اقراص برضو استخدمته، بصوا كميات عامله ازاي. وده ميكس زي ما وريتكم في الاول كنت باكل بيه الزغلول اللي ما كانش بياكل. طب تعالوا نبص على الزغل دلوقتي شكلها عمل ازاي
بعد كده نفتح لها مع بعض كده. الفلاش شغال. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جدعان القبلة يا شبندق. طبعا البرد بصوا كان السيلان مخلي وشهم عامل ازاي لزق وبادل، بس الحمد لله بنسبة 90% خفوا. طبعا الحمام ده دلوقتي لما بفتح له بينزل على الارض، فبسم الله ما شاء الله ابتدوا يتزبطوا شوية. طيب هنا بقى عايز اوريكم حاجة، ده الباب بتاع القطاط اللي مات. انا عايز بس اوريكم، شايفين الدم؟ بصوا الدم مكان الدم اللي كان بيعمله. فانا مش عارف بصراحة ده كان عنده ايه، انا اول مرة اشوف حالة زي كده بصراحة. سألت دكتور ولا بتاع اعطاني حاجات كده عطاله وبرضك ما استحملش، فالحمد لله رب العالمين. ودولك اللي هم اللي وشاش دول يا جدعان بسم الله ما شاء الله برضك خفوا. دول كانوا ميتانين خالص، كانوا ما بيتحركوش والله، كان من كتر الكشان. الحمد لله رب العالمين. ام البابان دي مش عارف تقيلة اوي. اهو يا جدعان ده اخوه، ده اخوه بسم الله ما شاء الله بردك فاق بقوا كويس. فقلت يا جدعان نصلي على النبي كده وادعوا لي بالله عليكم، ادعوا لي بالله عليكم ان الحمام ده يخف بنسبة 100% كله، عشان بجد انا تعبت. ده بردك العبسي كان دمعة العين مدمراه، الحمد لله رب العالمين فاق اهو. والله العظيم يا جدعان فعلا انا تعبت معاهم جدا جدا، يعني مش عارف اقول لكم. يعني 28 زغلول ولا 31 زغلول؟ 31 زغلول يا جدعان بجد. اتعذبت معاهم كل يوم من ساعه ما جبتهم علاجات ورايح يومين ودي، وبجد تعبت. ده يا جدعان اهو الكشك الصابوني برضك، ده كان بايظ خالص الحمد لله فك اهو. وده القطاطي اخو اللي مات ده برضك الحمد لله رب العالمين رق، بس عايز ايه بقى يتغذى شويه عشان نقص الكالسيوم. بص عامل ايه في الريش بتاعه برضك بسم الله ما شاء الله بقى كويس. فربنا يا رب يتم شفاهم على خير. ده بردك الكشك الصابوني اخو التاني بردك بسم الله ما شاء الله فاق. وده الحلبي الاحمر يا جدعان، ده الحلبي الاحمر اهو بسم الله ما شاء الله بردك فاق. بس مش عايز اطول عليكم معلش، الفيديو ده لو طال بس بوريكم بطمنكم على الحاجة. والله ده بقى اللي يعني داخل في دور كده نفس اللي القطاطي دخل فيه، بس ابتدى يفوق خالص، يعني الحمد لله ابتدى يفوق خالص اهو. بصوا بقى يا جدعان السيلان عامل ايه في وشهم اهو، ده بايظ خالص ده، بس الحمد لله رب العالمين فاق بنسبة 70% وبينزل دلوقتي وبياكل 100 100. هنا بقى امبارح ايه جيت لقيته ميت لي على الباب هنا، سبحانك يا رب، مع انه كان كويس والله، بس هو اقدار واعمار الحمد لله. واللبلق التاني اهو بسم الله ما شاء الله خد بس فايق بردك اهو يا جدعان ما شاء الله، بس ما بتبوش في الكلفة قوي، عشان كده انا حطيت له هو واخوه كل واحد مكلف. بعد ما بكلفهم في الارض بكلفهم تاني في البيبان ايه يتغذوا بس. ده يا جدعان اللي هو ابن العبسي والحنية بردك كان بايظ خالص بردك بنسبة 80% برده، بس هي ايه بردك البرد لسه ما مشيش منهم بنسبة 100%. وهنا في الباكستاني تاني ده يعتبر خف بنسبة 90% يا جدعان ما شاء الله. عايز اوريكم اهو بسم الله ما شاء الله. وهنا الاسترالي بردك اللي واخدينه من مهند ده بردك خف بنسبة 90% بسم الله ما شاء الله، ده كان بردك متدمر. وده الاسود غزار ده اللي كان ضايع خالص بقى، ده كان اكتر واحد فيهم ضايع بردك، هو ما خفش بنسبة 100% بس يعني هنقول 80% الحمد لله. يعني انا لو يومين ما عطيتهمش علاج ما بيفوقوش. وانا مستني والله يا دين اهو شغال معاهم لغايه اما يكبروا شويه في السن، يكبروا بس شويه في السن يا جدعان، يعني شهر كده كمان ولا اسبوعين بس يتحملوا، يبقى في مناعه. ان هو يعني سنهم كان صغير كانوا متدمرين. ده برضك اللي طلع عندنا يا جدعان بسم الله ما شاء الله. والبنيدي ده كانت عينيه وارمى، بصوا الحمد لله رب العالمين فاق، بس عينه التانية ديك بايظة شوية. ده بقى يا جدعان كانت عينه قافلة ما بتتفتحش مهما اديله، ما كانتش بتتفتح. لما اشتغلت معاه مضاد الحساسية والبرد والحاجات دي كلها الحمد لله رب العالمين فاق، كان كاشش الحمد لله رب العالمين فاق زي ما احنا شايفين اهو. الشخشولي اهو يا جدعان بردك ده كان متدمر معاهم الحمد لله رب العالمين، والجص اللي في رجله نشف يعتبر خلاص بقى هيقع بعد كده.
تمام. اكتر واحد بقى متدمر واللي لسه اكتر واحد فيهم تعبان الازرق قطيفه ده، مع انه هو الوحيد اللي كان خافف فيهم ده بقى. يا جدعان كنت مهما اديله ما كانش بيبص وبيتنفس. العلاج اللي انا جبته بتاع البرد ومضاد الحساسيه ده، ده ظبطهم كتير بسم الله ما شاء الله. ده يا جدعان اخو التاني، اخو ابن الريحانيه برضك الحمد لله. بس عشان افتح لكم بس عليهم، ده يا جدعان الباكستاني التاني بسم الله ما شاء الله راق برضه زي اخوه. وفي طبعا شربات ده برضك كان تعبان الحمد لله راق. ده طبعا عشان اكبر واحد فيهم في السن الحمد لله متحمل شويه، بس بديله علاجات ان كان ابتدى يلقط منهم، بس الحمد لله عدى منها. ودولك الاثنين القرود دولك يا جدعان طلعتهم على الظهر، بيطلعوا دلوقتي وينزلوا. بص بقى عشان ما اطولش عليكم هنفتح لهم كلهم دلوقتي ونشوف هيعملوا ايه في الارضيه. يلا بينا يلا بينا دلوقتي كده يا جدعان افتح لكم عليهم في السريع ونقول بسم الله. طبعا يا جدعان زي ما احنا شايفين امك بسم الله ما شاء الله، يعني ابتدوا يجروا على الكلفة اهوك، وابتدوا يطلعوا هنا وينزل يعني يطلعوا فوق هنا وينزلوا على الارض والكلام ده كده كله اهو زي ما احنا شايفين. اه يا جدعان بسم الله ما شاء الله، يعني نقول يعني نجحنا بنسبة 80% الحمد لله رب العالمين معاهم. فربنا بقى يسترها ان شاء الله ما يخش لهمش دور تاني. يعني انا خلصت من دمعه العين والتنفسي، يطلع لي البرد والسيلان، وبعد كده الكشاشان الجامد قوي اللي كان بيؤدي للموت. وانا الحمد لله رب العالمين. وفي الحبه اللي فوق دولك اهي عشان بس واقف بصور، بس هينزلوا دلوقتي اما ارمي لهم كلفه عشان لسه ما عملتلهمش كلفه. تمام يا جدعان امك زي ما احنا شايفين الحمد لله. فده الفيديو بتاعنا كده النهارده، يا رب لو عجبكم يعني يا ريت تدوسوا لايك واشتراك في القناة. كان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.